طيب، من الحاجات اللي بيسألوا منها الطلبة كثير وبيسألوا منها بعض الناس، يعني كيف إنه أنا ألعب على الكورد، كيف ألعب سولو من الكورد، كيف أتخيل وأرتجل من الكورد مثلا دي ماينر اللي هو دي جملة مثلا بسيطة. اعملها سلو. وشكرا جزيلا، ان شاء الله بس الناس تستفيد وكذا. شكرا لهم كثير.